GFX Academy. Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيجي في الاكسترا ليفل على المشروع بتاعنا رقم 3. زي ما انت شايف انا هعمل البانر ده. في تكتيكات كتير، في كتابة بالعربي، في كتاب الانجليزي، وفي رسم، وفي اعتماد على رسومات جاهزة، واعتماد على صور، وفي الماسكات. لو انا جيت عملت كده، وفي انيميشن بسيط ورسم بسيط للوجه ده، خلينا نشوف ازاي اعمل بانر زي ده. طبعا البانر لازم يكون عندك داتا عشان تيجي تعمل بانر لاي حد، لاي عميل، تقول له هل في الوان معينه، هل في مقاس معين، هل في داتا، في ايه الكلام اللي احطه فيه، هل في صور. طبعا كل ده بيبقى العميل مغذيك بيه ولازم تبقى عارفه كويس. بالنسبه لتناغم الالوان، انت المفروض بتبقى تعمل الوان ليك او للبانر بمعنى اصح كلها متناغمه مع بعض وكلها ماشيه مع بعض. لو انت شايف انا حاطط الاصفر والابيض واللون اللي هو القريب من الاحمر ده والاسود، كله متناغم مع بعضه، ما لقيتش حاجه مثلا اخضر فاتح مثلا او حاجه بنفسجي او كده، لازم يكون الالوان كلها قريبه من بعض. تعال نشوف بقى نعمل ازاي البانر ده. طبعا لازم يكون في مقاس. المقاس هنا 735 × 150. تعال نعمل واحد جديد ونقول له 735 × 150. طبعا يعني الحاجه فعلا الصعبه فعلا اللي ممكن تقابلك انك تعمل شغل زي اللي انت عامله قبل كده بالظبط. فانا هشتغل معاك المره دي. انا كنت عامله قبل كده بس للاسف ما سجلتش وانا بعمله، فهعيده تاني في تصميم تاني، بس يا رب يطلع زي ده او قريب منه. عملت نفس المقاس وعايز اخد الباك جراوند دي، تمام، الوانها كويس قوي. لو انا جيت مثلا عملت ريكتانجل تول وانا كنت عامل باك جراوند قبل كده فهي محفوظه لي، تمام. طيب انا شلتها ده غصب عني، خلاص مش مشكلة. نعملها تاني. هجيب الريكتانجل تول وبعدين هاجي على اللون وهختار ده. اوكي تعال نشوفها يمكن تحت، هي المفروض بتحفظ هنا، لا هي مش محفوظة. خلاص ناخدها هنا، نختار اللي هو الريديال ده، ونيجي مثلا هنا نروح جايبين فاتحين، ونيجي نقول له انا هاخد اللون الغامق اللي هو ده الاغمق لون، واللون الفاتح اللي هو في منتصف، بمعنى ادق وبطريقه احسن من كده شويه كمان. ممكن اروح جاي فاتح من جوه واروح جاي شايل كل ده وسايب بس الباك جراوند بالطريقه دي، واجي بقى اخد الالوان زي ما انا عايز. تاني اخد اللون من فوق واللون الفاتح هيبقى اللون اللي في النص ده. جميل، خدت الالوان بتاعتي، اروح جاي واخد بقى ده كده واروح قايل له خلي لي المقاس بتاعك سبعمية برضو 35، تفتح دي كده ونقول 150 وسنتره في النص. جميل، واضغط على F الكيبورد يجيب لك ادوات الجريدينت دي. هنقول مثلا خلي دي فوق وصغرها شوية. عشان توصل للنتيجة دي سيف البانر بروفيشنال، هنقول له
بروفيشنال بانر، كتبت بالعربي. وده كانت البي جي، طبعا هسميها البي جي، ونروح قافلين اللير، وبعد كده نبدأ نرسم بقى في الاوبجكتس كلها. طبعا انت شايف ان هنا في دايرة وهنا في اوراق شجر. تعال نشوف الدايرة الاول، وجايين عاملين دايرة وجايين كده وعاملينها جريدينت بالاحمر بالطريقة دي. كان اللون بتاعها احمر غامق، فممكن تاخد درجة اللون دي. كويس، درجة اللون دي بتبقى ليها كود، خد الكود ده كنترول سي، وتروح هناك وتقول له خليني الاسود بتاعك، ضغط عليها ضغطة بتجيب لك الكود بتاعك. دايما الاسود بيبقى اصفار، وخلينا اللي في النص الجزء اللي هو ده، تمام؟ شايف عامل ازاي ده؟ عشان ايه طلع كده؟ عشان انا مخليها ورا الباك جراوند. فلو جيت كليك يمين قلت ارينج برينج تو فرونت، ماشي اوكي. هي الالفا بتاعتها اصلا 46، ده انا ما كنتش واخد بالي منه، فخلينا ماشي 46 46. ممكن نوصل للنتيجة دي بدون بدون الفا ولا حاجة. ممكن نحطها زي ما هي كده، ونيجي بس نخلي لون كده تاني، وناخد نفس درجة اللون بحيث ان انا اخلي الاحمر في النص شوية. ماشي، نخليها بالاسود. ونخلي واحدة كمان بالاسود عشان تبقى كده، ونحولها الموفي كليب، ونخلي درجة الالفا بتاعته 46 مثلا. ممكن تروح عاوز الشيب ده خالص، مثلا بالشكل ده. انا كنت عامل البانر ده بقالي مثلا كذا سنة يعني، مش فاكر اصلا يعني السيكونس انا كنت ماشي بازاي، بس ايه خلينا نشوف الموضوع ايه. بعد كده بدأت ارسم الفروع، وهيكون ده بالابيض. جيت عملت لاين كده قرب، وخليت اللاين ده معوج شوية كده. نبدأ نعمل في ورق الشجر. ورق الشجر ده أنا كنت عامله بريكتانجل، طبعا هو عامل كده لأن هو بياخد الأحداث الموجودة، فأنا هخليه بالأبيض وأبدأ أعمل في ورقة الشجر. اخلي دي كده، هشغل سناب اخليها كده مثلا، وراح جاي عامل دي كده جميل، وراح واخد دي بالت زي نسخة كمان منها قبل ما نحطها، عشان بنعمل طبعا الشيبس بتندمج مع بعض. تاني ناخد واحدة
مثلا واحدة كمان أقلبها العكس، بروح على موديفاي ترانسفورم فليب هوريزنتال. ماشي، ما جابتهاليش قوي، هعدلها انا بقى بايدي. شوية كمان ممكن اخلي البيفوت هنا عشان اقدر وانا بعمل روتيت بالطريقة دي. يبقى دي وردة، عملنا وردة ماشي. ممكن ما تكونش بنفس الشكل قوي، بس يعني ما فيش مشكلة لما دي نكبرها شوية. المهم انك تعرف السيكونس بس بتاع الشغل. جميل. طيب نعمل فرع كمان نفس الطريقة، نعمل كده. انا عايز احط الفروع دي كلها في لير لوحدها عشان ابقى ماشي براحتي، ما امسكش اي حاجة زي ما انت شفت. كنترول اكس، دي هنقول سيركل مثلا، ونقفلها خالص. لير جديدة ونسميها ليفز، وكنترول شيفت في او من اديت بيست ان بليس. ممكن اروح واخد دي واروح قايل له الت، والت كمان، وكمان الت، الت، نفس الشكل. ممكن لو جيت جوه علم على الشيب كده، بص شايف هنا التقطيع ده، ممكن تعالجه. ممكن نرسم شيب جوه او نقطع الشيب من جوه. هتقطع الشيب من جوه ازاي؟ اروح جاي مثلا هقول له اوفل، واقول له ملي لون تاني، اهم حاجة يكون لون تاني عشان تقدر تشوفها. بس تروح جاي كده وقاطع شايل ده كله. عايز الاوفل بقى في الحتة اللي انا عايزها هنا. هاجي روتيت وخليها كده واقطع الجزء ده. ممكن بقى اظبط الشكل ده زي ما انا عايز كده، مثلا كده. اللي انت عايزه انت وابداعك. ماشي. طبعا ممكن تاخد كل ده، يعني خلاص انت عملت واحدة بقلت بقى قطع لي الخط، جاي واصل الخط تاني كده، دي اشيلها.
عملت ورق بالشكل ده. خد بالك يعني، بص قطع بين الورقتين، خد بالك يعني ايه الموضوع ده برضو. وتروح جايب له واحدة من دول ومطيب خاطره وحاطط له واحدة من فوق، مثلا عملت حاجة زي كده. طيب ايه تاني؟ دي انا عايزها صغيرة، ونفس الشيء شفت، امسك شفت اهو، حاجة زي كده. طيب نشوف بقى اللي بعده، كان في حاجة زي دايرتين كده، فهاجي اجي اوفل واخلي ده مش موجود، واخلي بس بوردر. هاتو قلت اعمل حاجة زي كده، وتعالى على ده الحتة دي بقى كده، تروح جاي شايلها ديليت. ادي الموفي شيفت واضغط عليه عشان اعمل ديسيلكت. مثلا كل ده شيفت عمال سلكت. ودي هنحطها فوق ونخلي دي مكانها تحت. مثلا ماشي. ايه تاني؟ كنا عندنا باك جراوندز زي كده، عندنا دوائر جوه كده الطريقة دي. فخلينا نعمل اول دايرة اللي هي دي، كانت بوردر وبعدين دايرة لوحدها. أول واحدة كانت بوردر كده، وبعدين عملنا دايرة صغيرة خالص بالأبيض في الحتة دي. طبعا كانت أصغر من كده شوية، ودي كانت أصغر برضو. ونخلي الألفا بتاعتها 50، ودي الألفا بتاعتها برضو 50. طب كويس أوي. في هنا حتة اللي كانت نقطة الوصل بينهم نفس اللون لسه، بنأكد تاني نقول دي كلها على بعضها 50. نيجي على نفس الحكاية بس العكس، دايرة ودايرة متقاطعين والألفة بتاعتهم مختلفة شوية، وبعدين بوردر دايرة. هنا بقى عايزين نشيل البوردر ده ونكبره، نخلي بيفوت هنا ونكبره بالشكل ده كده. ونعمل دايرة كمان
ونشيل البندر بتاعه. قطعنا كده ماشي كده، ونخلي الألفا بتاعتها دي 50، هنخليها 60، ونخلي دي الألفا بتاعتها 40. يبقى في فرق بين النسب بتاعت الإضاءة بتاعتها. مثلا خلينا بقى نشوف اللي بعده. عندي الأشكال دي، ممكن أعملها كلها كده، خليه تحت، وأجيب الريكتانجل وأشيل، أخليها بقى 100% زي ما كانت، وبشيل خالص البوردر، وهنا بخليها 100%، وأعمل حاجة زي كده. والله لأ، لا خلينا مثلا 60%، واجي اروح جاي شادد دي كده وشادد دي كده مثلا، واقول له حاجة زي كده. هنشوف الشكل، هي من الجزء ده الرولر، من هنا لغاية الآخر، وبعدين واخدها كيرف بالشكل ده. يبقى من هنا يجي تشد دي هناك، وبعدين تاخد الجزء ده فوق، ده يخليه كده كويس. هنخلي جريدينت مثلا، هنخلي ده، ونجيب الاف ونلف شوية او صغر شوية كده، بعد نلف بحيث الاسود يبقى فوق، اقصد نصغر شوية حجم. طيب لا، خلينا نختار الراديال ونجيب له دي، ونلف ده كده كويس. هنجيب له بقى دي اسود اسود، وفي النص بينهم ابيض، وكمان حتة بيضة او باللون ده، والحتة دي تبقى باللون ده برضو نفس اللون، واللي في النص برضو بنفس اللون، وده هيكون لون مختلف شوية، اللي هو الطبقة دي. تعال ناخد الطبقة دي من هنا بالاي دروبر، هو الكود بتاعها ده، هاخده كوبي وهروح هناك اقول له كليك يمين، اعمل لي الكود ده هنا والكود ده هنا ماشي. ماشي، وخلي لي الجريدينت بتاعي مايل كده. خليه يدي إضاءة هنا، او لو محتار خالص مش عارف، يعني انا مش عارف اجيبها دلوقتي، بروح جاي اعمل باللاسو تول
اروح جاي واخد الجزء ده واروح قايل له حط لي اللون الكود بتاع اللون اللي انا كنت واخده، ماشي؟ ما ظبطش معاك، ايديك مش مظبوطة، ترجع تاني ونعمل كده. هات خط عشان عايز اقص الجزء اللي فوق ده، طيب تقص اتقص اهو، مش عايز الحتة دي ومش عايز الخط. الجزء ده كنت جايبه من فيكتور، ممكن اخده كنترول سي كنترول شيفت في، وده كله بخليه جروب واديله 735 والهاد بتاع 150، بخليه في النص. ممكن اعمل لي شوية هنا فرق، باخد كده مثلا بقى الشكل حاجة زي كده. خلينا نخلي الليفز كلها بالأبيض، نسرب كلر بالأبيض برضو. خلينا بقى ده هيبقى 50 وده هيبقى 50 عشان نعمل ترانسبيرنت شوية بالطريقة دي، جميل. الأشكال دي، المباني دي، دي عبارة عن شيب عادية خالص مرسومة، عبارة عن بوكسات ريكتانجل، وبدأت تتشكل فيها بالشكل ده. ممكن أخدها كوبي، أو ممكن تعملها من أول تاني بإنك تعمل كده وريكتانجل كبير، ماشي؟ تمسح بس تشيل البوردر بتاعه دايما، وبعدين بالشيفت اقصد بالكنترول وتبدأ تطلع وتنزل بالاشكال دي كده. شغال بالكنترول، كله بالكنترول، تمام. تبدأ تعمل بقى الأشكال دي. أنا أخدها أصغر الحجم شوية، وهنخلي الليير دي تحت السيركل عشان تدي افكت بالشكل ده. طيب كويس، دي هنسميها بيلدينج. ونشوف مثلا الولد والبنت دول كانوا مرسومين
قبل كده في بروجكت قبل كده، فممكن تاخدهم من البروجكت على طول. انا بديك السيكونس بتاع الشغل، يعني مش هينفع ارسم كل حاجة. البانر ده انا قعدت فيه تقريبا يومين اشتغل فيه، فصعب قوي ان انا ادهولك اعملهولك في محاضرة واحدة. هي كانت محطوطة فوق العمارة اللي هي العريضة دي. والله انا شايف ان دي احسن يعني. خلينا هنا مثلا، وكانت واخدة ترانسبيرنت، لا كانت بيضة خالص. كويس. الصورة دي احنا كنا عملناها قبل كده في درس اللسو، درس اللسو طول. خلاص هتاخدها زي ما هي من الدرس من هناك، هتفتح الملف تاخدها، وبعدين بتعمل لها سكيل، وبخش على لير جديدة وبعملها فيه، بخليها في النص. اعتقد انها كانت حجمها اصغر شوية عشان ما تقعدش كل شوية تعدل، فتروح جاي واخد دي كده في النص وخليها ده. هقولك الماسك اللي جوه ده بيتعمل ازاي دلوقتي. لو جيت ضغطت دبل كليك، انا عملت ايه؟ بص هعمل ايه، رسمت بالقلم الشيبس دي خلاص اهي، او رسمت بالخط، جبت الخط ده وعملت الشيبس. خلينا نعمل الشيبس دي مع بعض. جيت على تقسيمة الاعضاء بتاعته، وجيت مثلا رحت جاي عامل كده، جيت بالفي غيرت، وبدأت بالكنترول اعمل البوينتات اللي هقدر اعمل الكيرفات عليها. وبقول لها ساحب كده، وخلي دي مثلا وبنفس الشكل بإن من الكيبورد بقى تغير إن وفي، إن وفي على طول. الفي عشان أروح على السليكشن مود، والإن عشان أروح على الخط. عملت ده كده كلها على بعضها، وأجي من ال في وامسك كده، لا خلينا بالكنترول ونعمل بوينت هنا. نفس الحكاية ان، وعملت لاين، وجيت بالكنترول ورحت في كنترول نازل، كنترول وهكذا زي ما انت شايف. ممكن نشيل الزوايا دي،
نخليها دي نظبطها بالشكل ده. وخلينا كمان نحط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، يمكن عشان بحب الرياضة شوية فباخد ده مثال الصورة دي، ونفس الشكل بقى هتمشي على جسمه كله. انا بسيب وبمسك بسيب وبمسك عشان يعمل لي بوينتات من النص، وبعدين الفي ببدأ بعمل ريفاين، والكنترول لو في حاجة زي كده بروح جاي مدخلها بالشكل ده. كويس. ممكن كمان اعمل حوالين جسمه ماشي، باجي ببدأ أعمل ريفاين، بعد ما بخلص جسمه كله تمام زي ما انت عايز بقى احط خطوط زي ما انت عايز. فاحنا خدنا في الماسكات قبل كده ده بتعمل شيب فوق، وبعدين الحركة بتاعت الشيب اللي انت عايزه فوق كده فوقيها تمام. فبعد ما بتعمل الحركة دي شايف يعني مثلا امسح دي خالص، هشيل دي بقى الماسك واجي امسح اللي فوق. انت رسمت الشيبس اهو خالص عادي جدا، بتروح جاي عامل طبقة فوقيها مسميها مثلا ماسك او اي حاجة تدل، وتروح جاي قايل له خد لي الشيب بقى اللي انت عايزه وباللون اللي انت عايزه. خلينا بال خلينا خلينا ريديال وخلي دي ابيض برضه، وخلي اللي في النص ده الالفا بتاعته كده مثلا يعني تمام. وخلي بقى ده هيكون من تحت، وبعدين هتلاقيه لغاية 100 مثلا تقول له كريت شيب كريت اف 6 كريت كي فريم، وبعدين اقول له انسيرت او كريت شيب توين، تروح قايل له والله انا عايزك نهايتك فوق تمام، وتخليه مثلا كبير شوية عشان ياخد الجسم كله. في الأول برضو نفس الحل كبير شوية كده. لو جيت عملت دي ماسك بتاخد لك اللير اللي تحتها على طول، وبتبقى بالشكل ايه لو انت بقى جيت قفلت ما بيظهر لكش خلاص، بيبدأ يظهر لك بس الجزء اللي هو ماشي عليه طول ما هو ماشي، الجزء اللي هو بتاع الريكتانجل ده المفروض يعمل لك كده. موضوع اسهل ما يكون، بس هي عايز الفكرة وانك حد يساعدك بس تعرف في الاول طريقة العمل الحاجات دي، وبعد كده انت لوحدك بقى هتشتغل لوحدك. طيب هنقول مثلا دورة الفلاش سي اس كذا كذا كذا، هنكتب بقى في لاير جديده ونقول دي التكست ونخليها بالابيض
ونبدأ نكتب الكلام بتاعنا. هنخلي دي 40، نقول له كورس بالعربي طبعا سلاش مثلا. طبعا هنصغر دي شوية على حسب بقى نوع الخط بيظهر لك. طبعا انت على التيل اللي هو تي ال اف اللي هو تكست لي اوت فريم ورك، ف هنخليها كده. جميل. وتعمل ايه بقى؟ يوز ديفايس فونتس. ليه؟ عشان يقرا ده الفونت ده. ممكن كتير من الناس لما تيجي تعرضه على الويب، ممكن كتير من الناس مش عندها النوع ده فما يظهرش نفس النوع ده. فاحنا نتغلب على الموضوع ده ازاي؟ انت بتختار. مثلا انا هختار دلوقتي اي نوع من الخطوط مش موجود عند حد غيري. وليكن اي حاجة تديني 5 و5.5 مثلا بالعربي مثلا. ده الفونت ده مش عند ناس كتير. اتغلب على الموضوع ده ازاي؟ باجي بقول له انا اخترت الفونت ده واقول له امت، بس ده بيكبر حجم الملف شويه لانه بيعمل لي امبورت للفونت ده جوه حجم الملف او جوه الملف نفسه. وتقول له انا عايز اختار الابر كيس واللور كيس، يعني الحروف الكابيتال والسمول والنمبر. انت ما عندكش غير كده، ما عندكش اي حاجه غريبه تانية. تمام. في طبعا سبيشال كاركتر لو انت موجود برضو موجودة هنا تبدأ تعمل لها امبورت. فأنا مش عايز غير دول. طبعا الكورين والجابانيز ده كله مش عايزه. راجع اعمل كده وكده خلاص. نوع الخط ده اترافق لي مع الفلاش. لو انا جيت عملت حجم الملف بقى 100، حجم الملف بقى 100 خلاص. طيب نفس الطريقة بكتب له طبعا الكلام ده كله، وبعدين الكلام ده وطبعا عربي وانجليزي. فانا هكتب مثلا تحتها بالانجليزي مثلا كورس. طبعا انت شايف زي ما انت شايف هنا نفس نوع الخط مديك الخمسات بالعربي والكلام بالانجليزي. ما ينفعش. فهعمل له مثلا اختار له نوع خط يكون مناسب للمحتوى اللي انا بقدمه، وبخليه بولد، وخلي امسك الاتنين دول مثلا واخليهم في النص نص بعض كويس. وخلي مثلا طبعا نوع الخط ده برضو انا مش ضامن اللي هو يكون موجود، فبروح جاي اعمل امبيد نفس الحكاية بس ابر كيس وليور كيس بس. ده في ارقام يبقى نمرك كمان. لو جيت بقى في اللايبرري دلوقتي بصيت لقيت الفونت النوعين من الفونت اللي انا اخترتهم، وعندي الفيكتور اللي انا خدته الاي تقريبا ده ممكن اشيله خالص ان انا ما استعملتوش. هنا غلطة كبيرة حصلت. لما بتشيل الفيكتور تيجي ترجعه تاني ما بيرجعش في الفلاش. تمام. فخلاص انت عرفت بقى السيكونس. ما كانش المفروض اعمل الغلطة اللي عملتها دي. المهم ان الدرس تبقى عارف كويس ان ده حصل برضو، عشان تبقى عارف كل حاجة تحصل قدامك. ان الفيكتور برضو لو جيت موجود وجيت شلته من اللايبرري بتيجي ترجعه كنترول زي ده ما بيرجعش تاني. تمام. بحط بقى الموفي كلها في فولدر واحد مثلا، وبترتب بقى المكتبة بتاعتك. بتقول هنا مثلا فونتس، و images، وتروح عامل فلتر كمان اسمه buttons تبدأ تحط فيه البوتونز بتاعتك.
باقي حاجة واحدة اللي أنا أعرف إزاي أعمل بوتون. هنقول دي هنا 5، خد بالك دول زي ما احنا قلنا قبل كده دول الأربع زوايا بتوعك، فأنا هشيل دول هخليهم كلهم صفار ما عدا الجنبين اللي هم متقابلين دول، وأروح جاي بس أعمل له كده، فببتدي أنزل لي حاجة زي كده. ده أحوله بـ F8 لبوتون وبسميه هسميه URL، ده اللي هيوديني على الويب سايت بعد كده. وبعدين بعد ما دبل كليك هناك وبروح قايل له كريت نيو لاير، واقول له هنا تفاصيل الكورس بكل بساطة، وكمان بخلي بقى براحتي كده، واروح جاي ماسك الاتنين واخلي من الاتنين في نص بعض، واخلي التكست بتاعي بأي لون تاني بحيث انه يبقى متميز شوية. تمام. طبعا البوتون ده بروح جاي ضغط عليه وبقول له URL underscore btn، او ده بالانجليزي اقول له URL underscore btn enter، واتاكد ان انا مختاره، وبروح على الكود سنيبتس واقول له الاكشنز، دبل كليك كليك تو جو تو ويب بيج، وبس بغير ال URL بتاعي وهجيبه من كورس الفلاش. مش عايز الجزء ده، خد بالك اصل في المنتديات لما تيجي عنوان المقال بيبقى بالعربي بيديك اكواد كتير كده، فانا عارف ال URL وراح جاي واخده بالظبط، واروح جاي رايح على ال اكشن بانل ومغير بقى ايه اليو ار ال ده، بس مش اكتر من كده. سيف، بعمل له اكسبورت، لو ضغطت عليه ضغطه بيوديني على الويب بيج بالظبط بتاعه الكورس. اتمنى ان انا اكون وفقت. خلينا نرسم بقى الوش اللي ورا ده والانيميشن بتاعه. الفيل ده كان فيكتور، والشكل اللي هو عامل السحابه ده كان فيكتور برضو، وعايزين نعمل الماسك اللي هو اللمعة دي. خلينا نبدأ بالوش. الوش ده تيجي ترسم فلير جديدة، هيكون ورا فيليكس اللي هو البطل العالمي ده، فيليكس ويلر هيكون وراه تحتيها يعني، فهنسمي ده فيس. نبدأ نرسم الوش، نرسم كله دواير، كله دواير، دايرة، وبعدين نغير اللون شوية، لا خلينا في نفس اللون مفيش مشكلة، بس هنحط بوردر ونعمل دايرة جواها اللي هي العين، دبل كليك، الت، ادي العينين، ونخلي دي بالاسود نفس الحكاية، وروح جاي الاتنين عامل لهم سكيل، خلينا نمسك واحدة بس، او تشتغل على طول بدي بس تبقى عارف الريستريشن بوينت نخليها تحت عشان تصغر على تحت. يعني من هنا ما بتحترمش الريسن بوينت او البيفوت بوينت، فاحنا خلينا بقى هنا كده. شيل دي وهدي هناك، وخلي الباك جراوند بتاعت العين
بيضة بالبنت. شوف انا بحاول استخدم جميع التولز اللي عندي. عايز اغير للون اغمق سنة صغيرة، خلي كده، وبخلي ده بنفس اللون او بشيله بنفس اللون او بشيله. ده احنا كنا هنا. لا، هي المفروض الاستروك بشيله كده وخلاص. باجي مثلا، هو كان كانت العين حواليها دايرة، كانت العين دي في النص، باجي بالفل وأخليها باللون وقت الأذان. خليني هات الاستروك وحاجة بسيطة كده، وأقول له اديني هات الانك بوتل، خليني بالاستروك حواليه، وخليها كمان العين دي كان حواليها الاستروك ده، ممكن اخليه بالخمسة وخليه نفس اللون. بختار فين؟ انا بختار نعمل استروك تاني حواليها بالطريقة دي، بلاش استروك خالص. بص، لو اتلخبطت زي كده تروح جاي واخد ده بقى كله ودي كلها، نروح دي عامل كده وخلاص، ماشي. وبعدين الستروك كده ممكن نخليه كده، ممكن نعمل طبقة تحتيها ونخلي فيها برضو العين دي. خلي اللون غامق، اللاير دي هخليها الوش ده لوحده، خليه تحت خالص لوحده في طبقة، وهات العين دي كبر شوية. الأنف كانت أنا كنت فاكر إنها دايرة وبعدين كانت من غير ستروك، كانت حاجة زي كده. البق ممكن تخليه بسيط، واحنا شغالين دلوقتي على أدوات الرسم.
وكان في طبقة تحتها هنا الودان بتاعته، نخلي الاستروك كده والودن كده، ونروح عاملين دايرتين خلاص، واحدة الأول وبعدين كان جوه الدايرة دي دي كانت نص تقريبا، وكان جوه الدايرة دي دايرة كمان سودا من غير ستروك، سودا أو بلون مثلا ده كده مثلا يعني، روح جاي اعملها كده ترانسفورم، بلفها وتنزلها كده، نخليها ورا الوش ونخلي دي ودي وده وده الاستروب بالاسود وده ودي بالاسود، ونخلي كمان نعمل ستروك اسود على الوش، ماشي مثلا يعني. طبعا انا كنت ايه رايق قوي وقاعد بقى مع نفسي كده وبعمل وبرسم زي ما يعني، ما بقول لك خد يومين يعني، فطبعا الشكل غير الشكل خالص، فانت بس تعرف السيكونس ان فعلا النار خد وقت جامد يعني. ده هنقول كرتون فيس عايز اشوف الوش بس، واحوله لموفي كليب، هسميه كرتون فيس او فيس، واخد حاجة معايا اه. العينين فوق ماشي، ونخليها ورا فيليكس ويلر، ونصغر شوية ونيجي نعمل تايم. هو ده فين خلاص بقى، دي شوية اللايرز دول مش محتاجهم فاضيين، بس هو الفيس اللي انا عايزه. نيجي نعمل مثلا شوية تايم كده ونخلي الفريم ده هنا مثلا، وناخد كوبي منه بالالت ونخليها تحت، هنعمل كلاسيك توين وبعدين بخليها ايز مثلا كده، مش هنسرع شوية، هتحطها بقى في فريم اقل من كده، جميل. تاخد بقى كل ده كوبي فريمز، تيجي مثلا هنا وتقول له بيست فريمز، وبعدين بتقول له ريفرس الفرامات عشان ينزل كده، شيل ده خالص اوكي. ده
المفروض ان هو داخل نازل تحت، والجزء بعد كده بروح طالع الناحية التانية. فاحنا واخدين قبل الفرامات، واروح جاي هنا مثلا واقول له كوبي بيست. ونقول ريفرس، وده هيظهر الناحية التانية. ونفس الطريقة ناخد زمن واقول له مثلا هنا كوبي فريمز تاني. آسف أنا عملت كوبي للفريمات الفاضية. بيست فريمز، وأقول له اعكس. جميل، وأخلي ده كله بالإيزي مثلا يعني. او خلي طلعة هو بيطلع بالايز اوت بعد كده بالايز يعني. خلينا دي الطلعة بتاعته تبقى بالايز ان عشان يدي افكت بس شوية. زي ما تحب. طيب ده بالنسبة لشكل الوش. البانر شكله باظ خالص. شايف هنا بحاول هالي شيب ازاي. ممكن نشيله بقى عشان بصراحة تعبان نفسيا من شكله يعني. ماشي. طب ايه تاني؟ عايز اعمل ماسك اللي هو اللمعة. اللمعة دي مثلا تبقى على شيبس برضو. خلاص، فانا بروح جاي عامل لير فوق، واروح عامل له الشيب بتاعي اخليه مثلا من هنا حاجة بسيطة مثلا، وبعدين طالع فوق جاي واخد دي معايا. لو عايز اطلع حتة برضو ممكن اطلعها بحيث انها تكون كده مثلا. حلو جدا. اعمل ازاي ماسك في الحتة دي اللي هي اللمعة؟ طبعا الشيب ده ما هو الا جايد هيمشي عليه الماسك. فده هروح جاي لير فوق سميها ماسك، هروح جاي اعمل له الريكتانجل اللي هيمشي عليه او اللي هيديني الافكت. هخليه بال لينير من فوق هنا كده. هروح جاي المس مثلا قايل له خلي لي ابيض ابيض، وخلي الجزئين اللي على الجنب دول الألفا بتاعتهم زيرو. بس بعمل ازاي؟ باجي كده واقول له هنا مثلا كريت كي فريم، واروح جاي اعمل له كده، واروح قايل مثلا خليه لي مثلا كده.
لو عملت كريت شيبتوين بلاقي حاجة زي كده. ماشي، طبعا عشان تحافظ شوية خليها تحت شوية كده. لو جيت عملت دلوقتي انه ده ماسك، بلاقي مين؟ بلاقي الشكل ده. طب ازاي اخليه لامع؟ اقول لك ماشي، ممكن تعمل الشيب ده على بعضه نفس الطريقة اللي احنا عملناها. كده اروح جاي هناك اقول له ابيض، الالفا بتاعته زيرو، وهنا الابيض الفا بتاعته 100، وهنا الابيض زيرو. ماشي، او لو بلاش دي خالص، او خليها مثلا دبل كليك 26 مثلا. جميل، ولو حبيت كله على بعضه تعمله لون واحد، ريح نفسك من هناك وخلي الابيض بتاعه كده كله على بعضه. ماشي، وخلي الابيض كمان بتاعه 30 مثلا، الالفا بتاعته خلاص. شاف شيب هنا نتيجة لعدم انتظام الشيب في اللي هو عامل الماسك نفسه اللي هو كان بيتحول كده. ممكن نخليه ده ونخليه معدول، نعدله تاني. كده هيبقى احسن شوية. ده كان السيكونس بتاع تصميم البانر. اتمنى انك تقدر تحاول شوية ترسم. انا مش هديك الفيكتور بصراحة اللي انا كنت مستعين بيه في الاول وحاولت ارسمه بس راح للاسف. استعمل اوتو الرسم كتير وخد وقتك في البانر ده، ان شاء الله تاخد فيه 5 ايام ولا اسبوع، ما عنديش مشكلة خالص. اهم حاجة تطلع حاجة كويسة فعلا، وحاول رجاء ما تعرضش عليا حاجة الا لما تكون فعلا راضي عنها، أو راضي عنها بنسبة 80% مثلا أو 90%. شكرا، وده كان ده كانت فعلا آخر محاضرة أنا مسجلها في الكورس، وإن شاء الله مع الاستفسارات. وأتمنى إن يكون فعلا الكورس مميز، هو فعلا مميز وهو فعلا الأول عربيا بهذا المستوى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان معاك أستاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net.